السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، موضوع تحدي اليوم إن شاء الله، وهو محتوى خاص بالإحباط اليوتيوبي اللي راه يصيب جميع القنوات في هذه الآونة الأخيرة. والأسبوع الماضي هناك إحباط في جميع الإخوان الأخواتات، استقبلنا نستقبل تعليقات محزنة، يقول كلي تقول لك عندي إحباط في اليوتيوب ونقص المشاهدة رهيب في القناة تاعي. حتى أنا أخوتي بصفتي الشخصية راني أعاني من هذا النقص المشاهدة في القناة تاعي بصفة تدريجية، وهذا راجع لأسباب متعددة وهي كالتالي. هناك السبب الأول أخوتي، وهو لانتهاء كاين بعض القنوات اللي المحتوى نتاعها تقريبا تتكلم على الطبخ وجميع أنواع الطبخ في اليوتيوب، وهناك قنوات تعليمية فيما يخص التعليم الدراسي، أطفال ولا ليكور تعطي دروس في التعليم، ولا قنوات تعليمية فيما يخص عالم اليوتيوب والتكنولوجيا وما شابه ذلك. خوتي اليوم راكم على بالكم باللي نهاية الموسم الدراسي، القنوات هذه التعليمية تكون عليها واحد المشاهدة ضعيفة، كاين بعض المشاهدين يروحوا يلجؤوا لبعض القنوات السياحية للمشاهدة لكي تقتني فنادق أو شواطئ لفصل الصيف القادم إن شاء الله. إذن الناس تدخل على هذه القنوات الطبخ وهذه القنوات التعليمية لأدى نسبة ضعيفة، ضعف النسبة المشاهدة والساعات بصفة تدريجية، وكاين يوجد بنسبة كبيرة هبطت القناة نتاعها من نسبة المشاهدات. هذا هو اللي دخل بعض الإخوان والأخواتات بواحد الدوامة نتاع الإحباط والكآبة. خوتي كاين واحد السبب اخر اللي عفوا كاين واحد السبب اللي خلى الجمهور بعض المشاهدين يروحوا للقنوات هادو الروتيني اللي انتشرت بصفه رهيبه 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 في الاوائل الاونه الاخيره، ولاو يحتلوا قوائم التصفح في جوجل، هما يخرجوا الاولى في قوائم البحث في اللي خلاو يبنيو قاعدة جماهيرية كبيرة والناس تبعهم بصفة هائلة وصفة جنونية، اللي داروا مليون واحد البرامج فيديوهات وهو يتكلموا على روتيني لموسم الصيف وما شابه. هذا هو اللي خلى نقص. وكاين بعض الخوتي احنا على حلول دخول المناسبة العيد الاضحى الكبير، الناس يتركز على بزاف فيديوهات فيما يخص العيد الاضحى المبارك، كيفية الذبح، كيفية السلخ، كيفية تفصيل اللحم. هذا اخوتي هذا هو محتوى اللي راه يكون غادي يروح يكون رائج في المراتب الاولى بحلول المناسبة نتاع الناس تروح تحب تتعلم تحب تسلخ تحب دير دي نظرة عامة على المناسبة الكبيرة. اذا باش ننصح خواتاتي اللي عندهم قنوات نتاع الطبخ، خوتي يتكلموا على كيفية تحضير رأس الخروف او تفصيل اللحم او فيما يخص لزيادة المشاهدة. خوتي خواتاتي احنا قنوات تعليمية فيما يخص التكنولوجيا ما عندها ما يزيد حتى محتوى، ما يقدرش يدخل مناسبة في قديد. ولكن اخواتات اللي عندهم قنوات الطبخ او فيما يخص الحلويات ينجموا يدخلوا على روحهم هذا الروتين الجديد نتاع العيد الاضحى والمناسبات الكبيرة، او يديروا روتينيات بصفة شريفة، يغيروا ماشي المطبخ المطبخ المطبخ، يغيروا من المحتويات نتاعهم شويه، يبدلوا المحتوى تاعهم شويه اللي عينهم من عينهم، يزيدوا يكتفوا شويه المشاهدات نتاعهم في القناه. خوتي نصيحه في سبيل الله، لا داعي للاحباط، لا داعي للكآبه، لان الله عز وجل يمهل ولا يهمل.
تكثيف من العمل والمجهود متواصل. إن شاء الله نتمنى لكم كاع النجاح بقدرة الله تعالى، والوصول إلى كل واحد يوصل للهدف نتاعه اللي راه يتمناه. خوتي كاينه حاجه ضروريه قبل ما ننهي هذا الفيديو، وهو البارطاج، النشر الفيديوهات عبر التواصل الاجتماعي.